معرض القاهرة الدولي للكتاب هو نقدر نقول عليه عيد للثقافة المصرية، تظاهرة ثقافية كبيرة جدا بيهتم انه يحضرها ناس كتير من مختلف انحاء العالم، سواء من جوه مصر او من بره مصر، بيبقوا حابين انهم يجوا ويشوفوا عناوين الكتب، يشوفوا الحاجات الجديدة، يحضروا الفعاليات الثقافية. في مكان لكل واحد عايز يجي يشوف كتاب او يسمع معلومة جديدة، في مكان للاطفال، في مكان للمرأة، في مكان للشباب، وفي مكان للكتب الفكرية بالاضافة للكتب الدينية. مش هنقعد نقول أنواع الكتب اللي ممكن تكون موجودة، ومش هنقعد نوصف الفعاليات الكتير المختلفة اللي ممكن تكون موجودة، لكن نقدر نقول إن في إقبال كان كبير جدا في المعرض أو على المعرض في الأيام الأولى. دكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب هيكلمنا أكتر عن التفاصيل اللي حصلة منذ بداية المعرض. دكتور أحمد أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الخير، صباح الثقافة، صباح الإبداع، صباح جميل من معرض القاهرة الدولي للكتاب، صور حية، جمهور مصري يبهر العالم. حضرتك فاكرة كويس قبل المعرض بأيام لما تكلمنا قلنا محدش يراهن أبدا على الوعي الثقافي المصري، هو ده معرض الكتاب وهو ده الجمهور المصري. إقبال جماهير كبير دكتور أحمد، وشايفين مختلف الفئات ومختلف الأعمار السنية موجودة النهاردة في المعرض. بالتأكيد إقبال جماهيري لافت، والإقبال الجماهيري مش لافت لينا لوحدنا، لافت كمان لكل الدول اللي شاركتنا في الدورة 54 من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب. إقبال جماهيري منتظر، إقبال جماهيري نعاول عليه. كتير من الأصوات اللي كانت معتقدة أن معرض الكتاب مش هيشهد هذا الرواج والزخم الثقافي ده، الحقيقة مصر تثبت كل يوم أنها نافذة حقيقية للثقافة للعالم. معرض الكتاب أصبح منصة للعالم وعن العالم أيضا. هنتكلم أن معرض الكتاب السنة اللي فاتت يعني زاروا أكتر من 2 مليون مواطن مصري، السنة دي كمان شايفين يمكن في أول أيام المعرض كان في حوالي 131 ألف زائر لو ما كنتش غلطانة، ولسه تاني وتالت يوم وعلى مدار المعرض هنشوف أعداد كبيرة جدا بتزوره. إيه التسهيلات اللي يمكن المعرض بيقدمها لاستقطاب هذا العدد من المواطنين عشان ييجوا ويقروا هذه الكتب من مختلف الناشرين، مش بس المصريين لا كمان العرب؟ المعرض حدث دولة، يعني فعالية ثقافية لمصر كلها وليست فقط لوزارة الثقافة والهيئة المصرية للعمل الكتاب. والمعرض طبعا تحت رعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، كل مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل أن يخرج المعرض بالصورة التي تليق بمصر، بالرياضة الثقافية المصرية. بالنسبة للتسهيلات المقدمة للجمهور على مستوى الانتقالات، محافظة القاهرة يعني حشدت عدد من الخطوط الناقلة للمعرض من أهم الميادين المصرية، وهي معلنة على صفحات التواصل الاجتماعي وأعلنت قبل المعرض بأيام، والحمد لله حتى هذه اللحظة لم نشهد أي شكوى من الانتقال للمعرض، بالإضافة إلى خطوط أوتوبيسات عابرة بأرض المعارض مركز مصر للمؤتمرات الشريك الاستراتيجي للمعرض، التسهيلات، التذكرة الإلكتروني وبالتالي الدخول بقى أسهل، اللي ما يقدرش يحجز إلكتروني بنساعده على حجز التذكرة من الشبابيك إلكترونيا، أيضا دخول ذوي الهمم وقادرون باختلاف مجانا للمعرض هم ومرافقيهم، كل التيسيرات والتسهيلات اللي ممكن تؤدي إلى سهولة الحركة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب هي مقدمة. وأكيد الحدث يستحق، الجمهور اللي احنا حوالين النهاردة حالة فرحة ثقافية وبهجة ثقافية حقيقية. نقدر نقول إن رؤية مصر 2030 تحقيقها قائم على التضافر بين مؤسسات الدولة سواء الرسمية ومؤسسات العمل الأهلي، المؤسسات المجتمعية، وانطلاقا من ده احنا شايفين مبادرات كتير موجودة في المعرض السنة دي، يعني دوي حياة كريمة، وعي من مختلف الأماكن، يعني سواء المجلس القومي للمرأة ممثلة، وزارة الشباب ممثلة، يمكن لها حاجة لها علاقة بالأوقاف، يعني كثير من المبادرات موجودة وبشكل كبير. طبعا مش هننسى حياة كريمة أبدا. احنا بنتحدث في المعرض عن الضفيرة الثقافية المصرية، ضفيرة بجد. احنا المعرض ليس مجرد كتب موضوعة على الأرفف في الأجنحة، ولكن الكتب نفسها فيها محتوى معرفي، هذا المحتوى المعرفي بيعكس طبيعة الثقافة المصرية، طبيعة الاحتواء الثقافي المصري، وكان لابد للمبادرات الوطنية اللي موجودة أن تنضم إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب. مبادرات توعوية،
بتعكس وعي بالثقافة المصرية بآلياتها، حياة كريمة، المبادرة التنموية الرئاسية الرائدة على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي. احنا بنتكلم عن رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة، مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة رئاسية لها اعتبارها لتطوير الريف المصري، كان لابد أن تكون موجودة معنا أيضا لشرح هذه التجربة المهمة لزوار المعرض، ونحن نستهدف ملايين من الزائرين من مصر ومن خارج مصر. دوي، المجلس القومي للمرأة، وعي وزارة التضامن الاجتماعي، الأزهر الشريف بالندوات التي يقدمها سواء كانت لتحصين الفكر أو لنشر الأفكار الوسطية أو غيرها، وزارة الأوقاف في الإصدارات الجديدة التي تصدرها بالتعاون مع وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، مبادرة أنا متطوع، احنا شايفين شباب من المتطوعين اللي لابسين فيست اللي هو فسفوري هو وظيفتهم معانا وبيساعدونا على مدار سنوات، والنهاردة في زيادة في هذا الأمر من أجل أن تكون هذه المبادرات كلها موجودة معنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. نتكلم كمان مش بس عن مبادرات، في كمان حاجة حلوة قوي موجودة في المعرض وهي الأنشطة والفعاليات. بنتكلم عن أكتر من 500 فعالية موجودة في المعرض، حابين نعرف من حضرتك إيه هي الفعاليات الموجودة والأنشطة المختلفة، وإزاي ده بيجيب كده ناس أكتر تبقى عايزة تيجي تزور المعرض وعايزة تشوف اللي فيه أكتر. لسه شايفين وإحنا خارجين برا في مسرح كبير موجود، كلمنا أكتر عن الحاجات دي. الحقيقة زائر المعرض لديه صورة نمطية عن المعرض، الصورة النمطية كان لابد أن يضاف إليها جديد، الصورة النمطية أن هو الزائر ولا اللي مش متعود يجي هو اللي عنده الصورة النمطية. بالضبط، واللي مش متعود يجي هيلاقي أشياء هو يعني في حاجات مبهرة، هي دي الثقافة، الثقافة بكل أنواعها، فيلاقي مسارح، عروض فنية تعكس الطبيعة المصرية والهوية المصرية والأصالة المصرية من التراث الشعبي المصري والتراث الغنائي المصري وغيرها، أنشطة مقدمة للطفل بالتأكيد في صالة الطفل، وكذلك كتب وصالة مخصصة للطفل فيها الناشرين المصريين كلهم، بالإضافة إلى 500 فعالية ثقافية كما قلتي، رموز فكرية مصرية عربية عالمية، قضايا حقيقية. هذه القضايا تعالج أولاً كل ما يتعلق بالثقافة المصرية والثقافة العربية باعتبار الجذور والحضارية المصرية، أيضا الندوات المتعلقة بقراءة المستقبل واستشراف المستقبل. احنا اتكلمنا عن رؤية مصر 2030، كان لازم ان احنا نبدأ أول يوم في المعرض في البرنامج المهني بمؤتمر عن الملكية الفكرية. الملكية الفكرية وكان عنوانه حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة، وده مهم، وشاركنا في مؤسسات دولية من أهمها الاتحاد الدولي للناشرين اللي موجود معانا النهاردة. احنا النهاردة بنتكلم عن انطلاقة حقيقية للعالم، والعالم أتى معنا إلى مصر. رؤية مصر 2030 في الملكية الفكرية الاستراتيجية الوطنية اللي أطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عن الملكية الفكرية وحماية الإبداع، الفكرة في إيه؟ إذا أردنا أن نستشرف في المستقبل علينا أن نعتز بثقافتنا، نحميها، نصونها، نعمل على استثمارها. طيب ازاي ده بقى هيحمي الافكار؟ يعني احنا بنشوف النهارده المنصات المختلفه الموجوده والاف الشباب اللي حابين يدخلوا في هذه يمتهنوا مهنه الكتابه والتاليف والنشر وكل ما تتضمنه هذه المهنه، ازاي مؤتمر زي ده ممكن انه يرفع الوعي بحمايه الافكار اللي بقت دلوقتي سهل نشرها وسهل في نفس الوقت حد ياخدها؟ بالتأكيد إعلان مصر للاهتمام بالملكية الفكرية في كافة المجالات، ثم اهتمام معرض القاهرة الدولي للكتاب اتساقا مع هذه الاستراتيجية الوطنية التي هي مدعومة بالقيادة السياسية الرشيدة، ده أمر مهم للغاية، لأن صناعة النشر هي المعبر الحقيقي لنقل الأفكار من المنتج إلى المتلقي. وبالتالي عندما يقام هذا المؤتمر في معرض القاهرة الدولي للكتاب ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينضم إليه 1047 دار نشر على مستوى العالم، مصر تقول أنها داعمة لصناعة النشر، أنها داعمة للمعرفة، أنها داعمة للثقافة برغم كل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله. هذه هي مصر، هذه هي الرياضة المصرية التي نراها الآن، هذا هو الجمهور والشعب المصري الواعي صاحب هذه الحضارة التي نرتكز عليها.
برغم الأزمات العالمية اللي موجودة، لكن نلاقي إن في دول بتنضم لأول مرة، المجر ودولة الدومينيكان. في دول وهيئات حكومية دولية ما كانتش موجودة في السنين اللي فاتت أو انقطعت بشكل أو بآخر وعادت من جديد، أريتريا، الهند، غانا، الكويت، المملكة المغربية، اتحاد الناشرين الأفارقة، يعني ده على سبيل المثال لا الحصر. فنقدر نقول إن عودة كل هؤلاء للتواجد في معرض الكتاب ده يقول إن إحنا قادرين نوصل وقادرين نعمل تظاهرة ثقافية، والتأكيد على قوة مصر الناعمة. الحقيقة كلمة المقدرة أنا بعتبرها أمر مسلم به، ده طبيعي إن إحنا قادرين، هذه هي مصر. إنما الأهم أن لديهم ثقة في هذه المقدرة، ولديهم ثقة في الوعي الثقافي المصري، ولديهم ثقة أيضا أننا إذا انطلقنا لنواجه العالم الجديد بكل تحدياته فلابد أن ننطلق من مصر. معرض الكهرباء ينطلق كل سنة في يناير، أنا بعتبر أن انطلاقته في بداية السنة ده أمر مبشر. ده إحنا النهاردة معانا كل صناع المعارض العربية، صناع معارض من أفريقيا، الاتحاد الدولي للناشرين موجود معانا، ناشرين من 18 دولة في البرنامج المهني موجودين في برنامج القاهرة تنادي، هتعرفوا على سوق النشر المصري والعربي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. بالتأكيد كل هذه الأمور تجعلنا لدينا ثقة حقيقية في أنفسنا، ولدينا مسؤولية أن تستمر هذه الريادة وهذا النجاح أن يستمر إن شاء الله. إن شاء الله نتكلم عن يمكن أجنحة مختلفة، ويمكن ده الجميل دايما في معرض الكتاب الشمولية، موجود جناح للطفل، جناح للمرأة، أجنحة للتكنولوجيا وقطاعات كمان مختلفة. حابين حضرتك تكلمنا عن أهمية الشمول في معرض الكتاب. احنا بنتكلم عن ان المعرض حدث دولة، وبالتالي تضافر كل هذه المؤسسات اولا هو انعكاس للجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة اللي بتتضافر فيها كل المؤسسات وكل الوزارات مع بعضها البعض من اجل العمل الوطني المشترك، وهذه قيمة اساسية اللي هي العمل الجمعي وعمل الفريق. وده اللي خلانا نشوف المعرض السنة دي الحمد لله، يعني دورة أظن أن ردود الأفعال عنها على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون موجودة. ده أنا من عجبني جدا أنه النهاردة إحنا بنشوف الأسرة المصرية كلها، شايفين الأب والأم والأولاد، وشايفين الشباب، وشايفين السيدات لوحدهم، حتى الأطفال موجودين وبقوة. يمكن ده جمال الأسرة المصرية. أنه أنا مش عايز أقول إن الكاميرا لو انتقلت إلى صلاة الأخرى وهي صلاة الأجنحة البيع هتجدوا كثافة عالية، فما بالكم بقاعة العرض. إحنا النهاردة قدام وزارة الدفاع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، بجوارنا الجناح الخاص بحياة كريمة، ثم وزارة الداخلية وغيرها، كل مؤسسات الدولة تسعى إلى التثقيف وتسعى إلى التوعية. جمهور المعرض عارف كويس هو رايح فين، ومؤمن بوطنه، مؤمن بثقافته، مؤمن بحضارته. أكيد. طيب نقدر نقول يعني لو بنكمل الكلام عن التطور الرقمي والتطور التقني اللي بيحصل في الفترة الأخيرة، ده ما نقدرش نقول إن ده جانب أغفاله أبدا المعرض في دورته 54، وحرص على إن هو يوصل لناس ما كانتش قادرة توصل لها قبل كده المعلومة. تخصيص جناح لليوتيوبرز الخاصين بالثقافة، وجود صانعي المحتوى، ده بيعمل دعاية إضافية للمعرض ولا بيعمل شرح للجهود اللي بتحصل وشرح لبعض الكتب أو عناوين الكتب اللي قد يقبل عليها البعض؟ بالتأكيد العالم بيتطور يوم عن يوم، العالم الافتراضي أمر واقع بالنسبة لنا، ونقل المعرفة وصناعة النشر لابد أن تكون لها آليات جديدة إحنا مدركينها. إحنا النهاردة شايفين كتب صوتية اللي هي الكتب المسموعة، كتب رقمية موجودة، وبالتالي لابد لصناعة النشر المصرية والعربية أن تتطور. الحمد لله شرفنا في الافتتاح أمام دولة رئيس مجلس الوزراء إن إحنا نعرض تجربة الهيئة المصرية العامة للكتاب في تجهزها لعالم الميتافيرس، إزاي إن إحنا نقدر نحط كتبنا على الميتافيرس ونوفر ده. معظم الأجنحة اللي موجودة معانا من المؤسسات لينا مكان خاص على تويتر المدينة المصرية في الميتافيرس، في جناح للمعرض الكتاب هيتم افتتاحه. بكتبنا كيف تقرأ على الميتافيرس كتب الهيئة المصرية العامة للكتاب. فعلا في تطور في الكتب الرقمية لابد أن نواكبه، وبالتالي لابد ألا نغفل على أن المستقبل يتطور، على أن أبنائنا كلنا آلياتهم في القراية بدأت تختلف، لكن المهم المحتوى، المعرفة بالضبط واستثماره.
ده أهم حاجة فعلا، لأنه يمكن ناس كتير تقول إن الكتب الجديدة أو النوع الجديد من القراية مش زي أبدا الصفحات، لكن النهاردة في بعض يمكن الأبليكيشنز اللي بتوفر حتى لون الصفحة اللي هتقرأ منها، الشكل الخارجي للصفحة يبقى عامل إزاي، حتى الخط نفسه رقعة نسخ أيا كان أنت هتقرأ إزاي، بتقدر إن أنت النهاردة تحدده فتقرأ بالشكل اللي أنت حبه من على الآيباد أو على اللابتوب حتى. خلينا ما نجهلش كمان او نغفل عن، خليني اقول ما نغفلش عن يمكن وجود اجنحة لبيع الكتب بعشرين جنيه، وده عشان فكرة الثقافة للجميع. بنكمل تاني فكرة ان اللي حابب يقرأ بأي طريقة موجود، وكمان الاسعار بقت دلوقتي نقدر نقول في اجنحة ليها بعشرين جنيه مصري، قد ايه ده مهم عشان يشجع الناس يلا تعالوا المعرض الكتاب، يلا اشتروا كتب، يلا نقرأ. عشرين جنيه واقل من عشرين جنيه، حلو ده. مبادرة المؤسسات الوطنية المصرية، الهيئة المصرية لعمل الكتاب، هيئة قصور الثقافة، المركز القومي للترجمة. إنما كمان اللافت إن هذا المعرض من خلال اتحاد الناشرين المصريين والعرب ودور النشر المشتركة معنا، أطلق مجموعة من المبادرات للكتب المخفضة والخصومات الخاصة، وده أمر لافت. أرقام المبيعات في الهيئة المصرية لعمل الكتاب في اليوم الأول واليوم الثاني هي مؤشر، احنا بنقدر نعرف منه حركة اقتناء الكتاب واصلة لحد فين. الحمد لله حتى هذه اللحظة شايفين طبعا الجمهور وهو شايل معاه كتب وبيدور عليها وبتحرك بسهولة ويسر. الامر بالفعل يعني لازم ان احنا نشعر بسعادة حقيقية. وانا ممكن اقف عند بسهولة ويسر دي، احنا شايفين ممرات واسعة الناس قادرة تتحرك فيها وبتسمح بحركة الكراسي المتحركة. لما حضرتك قلت ان ذوي الهمم بيدخلوا مجانا هم وذويهم، احنا مش بنتكلم بس في ان احنا يعني وفرنا ثمن التذكرة وخلاص، وفرنا الاستطاعة لذوي الهمم انهم يقدروا يتحركوا ويتجولوا ويمارسوا حقهم في التعرض للثقافات المختلفة اللي موجودة، خصوصا ان في اجنحة ثقافية ممثلة من دول كتير. فكرة تجهيز المكان بحيث ان هو يساع الجميع من ذوي الهمم دي برضو يعني شكل مختلف. احنا بالتأكيد مع المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع المعرض والمجلس القومي للإعاقة قدرنا نوفر مترجمين إشارة في الندوات الثقافية حتى من ذوي القدرات الخاصة، ولقادرين باختلاف إقدارهم في الفعاليات الثقافية ان هم يقدروا يتواصلوا كويس جدا مع الجمهور اللي موجود. دور نشر وجمعية منظمات مجتمع مدني لذوي الإعاقة والقادرين باختلاف موجودة في المعرض، بتقدم الكتب اللي هي مخصصة لهم تحديدا. الممرات، التسهيلات اللي أو يعني اللي وفرها مركز مصر للمعارض والمؤتمرات من الممرات الخارجية وتسهيل الدخول والممرات الخاصة لهم، كل هذه الأمور تعني أنهم شركاء نجاح حقيقيين معنا. كل الشكر ليك، نورتنا دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب، نشكرك على وجودك معانا النهارده، وبنتمنى التوفيق اكيد لكل القادمين للمعرض، عشان يعني ده يمكن من اهم الفعاليات الدوله المصريه بتقيمها لنشر الثقافه والوعي لدى المواطن المصري. شكرا ليكم، اهلا وسهلا بكم في معرض مصر، وكما قلنا قبل المعرض خلينا نقول معا نقرا نفكر نبدع. شكرا لك يا دكتور. شكرا.